النفوذ الإيراني قوي جدا في العراق وعلى هذه الحكومة العراقية بقيادة المالكي. ما هو شعور أو ما هو موقف كردستان العراق من هذا؟ بدون شك هناك علاقات طيبة بين العراق وبين إيران، لكن العراق دولة مستقلة، ونحن نؤيد سياسة الانفتاح وسياسة حسن الجوار بين العراق وبين إيران وتركيا وسوريا والأردن والسعودية والكويت. أعتقد وهذا السياسة الصحيحة هي أن تكون العراق منفتحة على كل الدول. سأسأل سؤال موحد الآن لكل الضيوف. I will ask you a unified question and I would like you all to answer on this question in a minute because we're running out of time. تجيبوني بدقيقة لأن الوقت يداهمنا. يعني أين تتوقع أن يكون الشرق الأوسط بعد عام إذا أعطانا الله العمر وسمح لي الفخر أن أقابلكم مرة أخرى في دافوس؟ هل خلال عام أين برأيك سيكون الشرق الأوسط؟ دعينا نتأمل أن نرى الشرق الأوسط أفضل مما رأيناه، لكن في الواقع القرن الماضي في منطقة الشرق الأوسط، أولا منطقة الشرق الأوسط هي منطقة متعددة القوميات والأمم والأديان والمذاهب. كثير من هذه الأمم والأديان عانت الحرمان والإنكار، ومنها الأمة الكردية. نحن نتطلع إلى أن يعود الجميع أن يراجع حساباته وأن نعتمد ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، ونبني شرق أوسط جديد بأيدي أبناء الشرق الأوسط بحيث يكون هناك تفاهم وتعاون. شرق أوسط بعيد عن جميل. خلال عام هذا سيحصل؟ حتى لو بدأت العملية، لو استمرت 10 سنوات أيضا سنكون ممنونين ونشكر الله.